كنا بنتكلم في الفاصل انا وكريم كابتن عمرو يعني على المشهد في المباراه المرتقبه بين الاهلي وسان داونز، وازاي هيكون الشكل العام وايه الاخطاء اللي موسيماني ممكن ان هو يتداركها، وازاي اللي هيلعبك الخصم. وكابتن عمرو كان بيشرح لنا سريعا ايه الوجهه او ايه الشكل اللي هيلعب بيه سان داونز، وكمان ايه الشكل اللي هيلعب بيه نادي الاهلي. كابتن عمرو خلينا نروح للتفصيل اكتر. حضرتك كنت بتقول لنا ان سان داونز اكيد في الاول في الاخر هو عايز يحافظ على اللي هو وصل له من مستوى، فبالتالي ده مش هياثر على الملعب ان هو داخل جيم مفتوح. خلينا نفهم اكتر من حضرتك. بصي حضرتك، هو النادي الاهلي اما هيخش على سان داونز الاهلي عايز حاجه من الماتش ده، مكسب، ابقى متساوي معاه في النقاط في اول المجموعه، دخل وقلب موازين، ما تضمنيش المباريات الثانيه بتمشي ازاي. صحيح. سان داونز هيقول لك انا هلعب النادي الاهلي، فالمدير الفني بتاعهم في المحاضره هيقول انا عندي بوند ما فقدوش، ما كسبتش ما خسرش. ايوه طبيعي، انا بلعب في ملعبي. طبيعي. انا ما كنتش مصدق ان انا كسبت النادي الاهلي في مصر. صح. انا خدت 3 بوند، انا راجع، انا خدت البطوله. انا خدت البطوله من وجهه نظره، انا خدت البطوله دي عززتني ان انا ابقى اول مجموعه. اتنين، الضغوط النادي الاهلي بيلعب فيها ان انا بطلب حاجتين، اكسب وابقى اول المجموعه عشان اصالح جماهير النادي الاهلي. ايوه دي مهمه قوي. صح. اللعيبه عارفه كويس قوي، بس هي في نقطه مهمه جدا لازم الناس تعرف، ان في وجود السوليه وفي وجود الو ديانج وفي وجود حمدي فتحي، الراجل ده حمدي فتحي ميزان ب 800 عالي قوي، بيعرف يربط ما بين خطوط النادي الاهلي يعني كلها، ما بين نص الملعب وخط الظهر، ما بين نص الملعب والفيرويد، ما بين الاطراف بتاعت النادي الاهلي. احنا من الدقيقه 76 77 بالظبط لغايه الدقيقه 93 والشوط الثاني ما حسيناش ان المريخ راح على النادي الاهلي خالص. عكس مجريات المباراه من الشوط الاول وجزء من الشوط الثاني، هما موجودين، توني ادجو و سماوي الصاوي موجودين في جوه حضن مدافعين النادي الاهلي. اخطاء النادي الاهلي اللي هي مش اخطاء، هي تركيز بس والتزام بس متكرره، يعني اللي يزعل انها متكرره. كابتن بص حضرتك، في لعيبه بتبقى في الملعب وهو ماتش شغال انا بتفرج وسرحان. معقوله؟ اه طبعا. طب هو مش عدم تركيز لعيبه النادي الاهلي معناها ان ده خطا منه؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذ كريم، مش عيب ان انا اكون اسم كبير ونجم وحد يوجهني. طبعا. اصل التوجيه اللي انت هتوجهوني مش عايز اقولها بلغه الكوره بقى، انا مش بترسم عليك او بقول بقلل من قدراتك. توجيه بناء. انا بقول ان انا اما بلتزم، الالتزام بالنسبه لي احنا اتعلمنا ان اما يبقى في فيرود انا مكلف برقبته، العب عليه مان جوه الصندوق، بره الصندوق بسيب اريحيه انه يتحرك ومراقب عيني عليه. بس جوه الصندوق منطقه محرمه للفيرود وممنوع الدخول عندي. يبقى انا من الاول، انا يعني مش بقول لرامي ولا محمد عبد المنعم ولا ياسر ولا متولى لما يرجع، اما الكوره هتيجي فيك مش هتعورك، وانت بتضغط ما تديش ظهرك، مش هتعورك، ولو عورتك انت بتحافظ على حاجه معينه انت بتحبها ساعتها عشان تكون موجود جواها وتكون موجود في المكان ده. المكان ده ما بيتواجدش فيه غير نجوم وبس، اللي هو النادي الاهلي. طبعا. انت المفروض في حاجه بيقولوا ايه، انا بيتشرح لي في المحاضره او في محلل الاداء في اخطاء معينه استاذ كريم بيدونها وبيجي يكلمني فيها. لا، في حاجه في الملعب اسمها لغه الحوار بيني وبين الزميل، مثلا جنب ابو الدهب جمونا واحنا بنلعب كانت لغه كلام، بعد شويه بقت لغه اليه بالنظر. خلاص كنت لسه هقول لحضرتك بالعين، احنا بنبقى قاعدين بنتفرج يعني انت بتبقى في الاستاد والصوت كتير والجماهير بتشجع، ومجرد نبره الصوت كانت من مشير ابو الدهب كمونه جمال السيد كابتن علاء، خلاص انا عارف بالزبط. نريح نفسنا. اما كانوا الاثنين مساكين بيتكلموا، ها يا مشير نعمل ايه، من تو من في كل حته، خلاص يبقى انا ماليش دعوه بقى، تقول لي ما تقوليش، انا واخد الراجل ده وبس، انا واخد الراجل ده وبس، هاخده في كل حته، خرج بره اخرج معاه. الكره تطورت وبقت بنقول ايه، سلم واستلم من المكان، بس سلم واستلم من المكان وفي حركه سريعه في الملعب هيبقى فيها ضرر بالنسبه لي وتمثيل خطوره عليا.